طريقة التصويت هذه المرة مختلفة. نعم. والكثير من الأحزاب السياسية أدحى بهذه الطريقة. ليش ما تم الاعتراض عليها قبل الانتخابات؟ الحقيقة أو بعدم الطريقة اللي بعدم نعم. ثقتهم بهذه لا هو اسمح لي حضرتك، هو أهم تغيير جرى في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 ما ورد في المادة 15 تغيير النظام الانتخابي. من الصوت الواحد غير المتحول بين قوسين تصويت لأفراد بدلا من التمثيل النسبي بصيغة مختلفة منذ انتخابات 2005 كانت الباقي الأقوى، بعدين إلى حد سانت ليغو سيئة الصيت اللي كرهوها كلهم. هذا القانون كان النظام كان يحابي الأحزاب الكبيرة وخاصة التي لديها كاريزمات يعني قيادات، فمن يحصل على مليون صوت يعطي مقاعد مو أقل من 25-30 مقعد لأشخاص ضمن قائمته ما عندهم غير 1000-2000-3000، وهذا ما بعدالة. طيب. في حين بأحزاب أخرى أو مرشحين فرديين يحصل على 18000 صوت وما يفوز في الانتخاب. هذه ألغتها الآن المادة 15 من خلال الصوت الواحد غير المتحول. طيب. أنت تصوت اليوم الدوائر هي 4 أو 5 تصوت إلى 100 شخص، فإحنا نأخذ أعلى 5 انتهى. أعلى 5 حصلوا على المقاعد، ويعني عدا طبعا النساء اللي لهم مقعد في كل دائرة انتخابية حتى يبلغ العدد 83. هو زاد لأن أكو نساء فازوا بأصواتهم وليس بطريق الكوتا. فلذلك الأحزاب انقسمت إلى قسمين في وقتها. البعض ما عنده خبراء انتخابات، مشاورين انتخابيين، استسهلوا الأمر، ما انتبهوا أنه هذا النظام الانتخابي ترى راح يغير كثيرا في الخارطة السياسية. وأنا من الناس من صدر هذا القانون أتحدث في كل مكان وأكتب من لديه قاعدة شعبية أو يستطيع يوجه جمهوره عليه أن يوجهه للتصويت لشخص معين بذاته ولا يشتت أصواته. يعني مو أنت دائرة انتخابية بها 5 أنت مرشح 5 وتعرف نفسك هاي الدائرة ما تفوز بها إلا واحد، وبالتالي إذا أكو 10000 صوت راح تتوزع. ما هذا هو اللي صار؟ نعم، تتوزع إلى 2000-2000-2000، 5 مقاعد، 5 مرشحين كلهم ما فازوا. في حين حزب آخر لا، وجه جمهوره أنه هاي 10000 اللي هو حاطها بباله صوتوا إلى واحد بس، حصل على 10، حصل على 9، وحصلوا على 29500. فهذا هو الفرق، أنه النظام الصوت الواحد غير المتحول يجب أن يدرس قبل الانتخابات ويكون توجيه للجمهور حتى يحصلون على المقاعد والمنطقة اللي ما طيب عندك بها تمثيل. اتهامات نعم. إلى المفوضية. نعم. يعني الشريط اللي بيه أعداد المصوتين استلموها خلينا نقول المرشحين. نعم. بالكامل، لكن غير مطابقة بين الصناديق وبين هذا الشريط تحديدا. نعم. شنو هاي المغالطة برأيك؟ طبعا هذا الكلام كل انتخابات يصير تقريبا، حتى يعني يعني بوقتنا انه حتى ماكو شريط وجهاز الكتروني، اكو استمارات تسلم للفائزين او المرشحين، والمفوضية تصدر بالمقر العام تنطيهم الاصوات على اقراص فيقارنون تطلع مختلفة مثلا. طيب. هذا هل هو كلام او دقة؟ من يحكم في هذا الشيء؟ المفوضية من خلال الطعن المقدم إلها لأن هي تدقق، وبعدها الهيئة القضائية اللي هي قراراتها باتة وملزمة حسب المادة 20 من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019. احنا يعني ما نستطيع انه كل من يقول انه كانت غير مطابقة يعني نصدقها إلا إذا عرضت على المفوضية والهيئة القضائية. فالتدقيق يعني يكون عند هذه الجهات فقط وفقا للمسارات القانونية، وإلا الكلام على عواهنه يعني لا يؤخذ دائما. طيب المفوضية عدلت يعني بعض النتائج نعم المعلنة، برأيك راح ترضي الجميع هاي التعديلات؟ يعني طبعا المفوضية ترضي كل الأطراف برأيك؟ المفوضية أولا هي قامت بهاي التعديلات وفقا لما أرسلته إليها الهيئة القضائية.